اهلا وسهلا بيكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده مميزه من برنامجكم تاملات انسانيه. في الحقيقه النهارده الحلقه ذات طابع مختلف جدا، هي هتبقى الحلقه الاخيره في الموسم ده. احنا الحمد لله حققنا نجاح يعني ناس كتيره بتشهد بيه، واسمحوا لي قبل ما استرسل يعني في موضوع مهم جدا وهو ختام الموسم ده، اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفتي، ضيفه البرنامج النهارده الاعلاميه نشوى فوزي. وهي صراحه من الشخصيات السكندريه اللطيفه المميزه اللي ليها حضور تام تام وحضور طاغي في كل المنتديات الاجتماعيه والسياسيه والاعلاميه. نشوى مدير مكتب شبكه مصر اليوم الالكترونيه، ومستشار اعلامي لمجموعه مصر العالم، وعضو جمعيه المراسلين الاجانب. وهي في الحقيقه ضيفه دائمه على يمكن القناه الخامسه بالذات، على طول بتقولي القناه الخامسه دي بيتي انا على طول، يمكن ليها فقره شهريه على طول في القناه الخامسه. وهي حاصله على ماجستير الاعلام السياسي ودكتوراه مهنيه في الصحه النفسيه والارشاد الاسري، وليها برنامج بداتيه يمكن 14 فبراير كان اسمه حكايات البحر على راديو اور. بنقول لكم الف مبروك، بنهنيكم وعلى النجاح الجميل اللي عمله افتتاح قناه اور. يعني انا المحطه صراحه بادئه كده معاك عمر خيرت، وشايف يعني مداخلات من النجوم وحاجه يعني عمجد مصطفى راديو انس. ربنا يا رب يوفقك. الف مبروك. ميرسي، منورانا يا دكتوره نشوى. ميرسي، اهلا بيك. اسمحوا لي ارحب بزميلاتي، يعني هتوحشوني اخر بس ان شاء الله نكمل مع بعض. المره دي ان شاء الله تكون اخر حلقه في الموسم ده، وانا فعلا انا فخور بان انا كنت معاكم. انتوا كنتوا خير سند وكنتوا عون لينا، وكنتوا فعلا محفز ليا انا شخصيا، وكنتوا على طول لما حد ياثر في حاجه، لا يا محمد عايزين نكمل كذا، لا. فبصراحه انا فعلا بصراحه انا كنت لما اقول لا بصراحه مخلي المعارضه بعترض. لا لا انا كنت كده. فاضل محمد وعزيز علينا، وان شاء الله نكمله بعد كده باذن الله تاني. نكمله دي اسكندرانيه. اسكندرانيه بقى علينا. ايه 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 يا وسام، قولي كده كلمه عن ختام الموسم ده كده. مش اسكندراني بقى. انا عايزه اقول ان انا سعيده جدا جدا ان انا كنت معاكم، واتمنى ان شاء الله يا رب ان احنا دايما نبقى مع بعض ونقدم حاجه كويسه للناس. انا هدفي كله ان انا اظهر الاعلام، انا في الاول والاخر صحفيه، الاعلام بالنسبه لي هو اهم حاجه في حياتي. لما بطلع عايزه اطلع برساله، اطلع بحاجه اقدمها للناس. فانا يا رب ان شاء الله ان كملت تاني في الاعلام وكان في نصيب يا رب وطلعت تاني على الشاشه، لازم هقدم حاجه هتكون هادفه بجد واساعد الناس بيها، زي ما حاولنا في الايام اللي فاتت ان احنا نعمل حاجه. ان شاء الله يا رب نعمل حاجه تساعدكم وتفيدكم باذن الله. نور، كلمه عن ختام الموسم كده. انا مبسوطه جدا طبعا ان انا شاركت في الموسم ده، وانه كان يعني بدايه ليا في التلفزيون، وبدايه ليا في مستقبلي يعني، وفي طموحي ان انا اكون اعلاميه يعني ناجحه ان شاء الله. تجربه مميزه لينا كلنا ده اكيد طبعا، ولي انا بالاخص يعني ان انا كنت في وسطيكم وكده واخدت من خبراتكم طبعا وكل الكلام ده. ميرسي جدا ليكم، ومبسوطه جدا ان اخر حلقه معانا وجه اسكندراني كده. مبسوطه بوجودك معانا جدا، ومتفائله بالحلقه ان شاء الله. ان شاء الله. في الحقيقه احنا سعداء جدا نشوى في وجودك معانا في حلقه مميزه زي دي، ومبسوطه كمان ان انا بختم معاكم الموسم يعني. ختموه مسك يعني. كان في بعض الاصوات بتنادي ان احنا نكمل شويه، بس واحنا كنا مستقرين ومتفقين ان السيزون ده هيبقى 3 شهور، واحنا الحمد لله حققنا انتشار كويس وحققنا نجاح، وقدمنا قبل اي حاجه، قبل الانتشار والنجاح، ماده اعلاميه نفخر بيها وماده اعلاميه محترمه. حاولنا ان احنا نكون بنساعد الاسره المصريه في ان هي تظهر بشكل لائق وشكل جميل. انتوا جمال ولازم تكملوا بصراحه. والله ان شاء الله يعني. اسمحوا لي بقى ان انا اعلن ان الموسم الرابع في تأملات إنسانية هيكون بعنوان المرأة المصرية. هنتكلم بس عن المرأة المصرية، يعني هنتكلم عن همومها. يعني كل سنة وهي طيبة يا جماعة. يوم 8 مارس بعد بكرة هو يوم المرأة العالمي، ويوم 21 طبعا عيد الأم. طيبين بنقول له كل أم كل سنة وهي طيبة مقدمة. وبرده بنحيي المجلس القومي للمرأة يوم 5 مارس لما طلعوا استراتيجية جديدة للمرأة للتنمية المستدامة 2030، وطلعت فيها يعني 4 محاور مهمين جدا، اللي هو الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا مشكورا انصف المراه. ايوه. بعد طبعا توصيات الامم المتحده، كان التوصيه 5 للامم المتحده لتنميه المراه والاهتمام بالمراه بجميع المحاور، فكانت طبعا الحمايه والناحيه الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه.
اشكر طبعا لا هو الصراحه الرئيس السيسي يعني مكنكم مكنكم يعني هو السبب بتاعكم. طبعا يعني احنا سعداء فعلا بالحلقه الجميله دي، وان شاء الله تكون حلقه موفقه. واحنا اخترنا ان احنا نختم الموسم الثالث من تأملات انسانيه واحنا بنتكلم عن بيت العيله بموضوع مهم جدا. احنا امه شابه، الامه العربيه بشكل عام شريحه الشباب عندنا بتلقى نسبه كبيره جدا من هيكل السكان في الوطن العربي بشكل عام وفي مصر بشكل خاص. فاحنا امه شابه، فاحنا حبينا نتكلم عن الشباب في بدايتهم او احد المراحل المهمه اللي بتاثر على الشباب وهي مرحله المراهقه. فاحنا هنتناول النهارده طبعا موضوع المراهقه موضوع واسع ويطول شرحه وعايز حلقات وحلقات، مش كفايه خالص النص ساعه بتاعت برنامجنا، ولكن احنا هنتناولها من منظور ان احنا عايزين نزرع الطموح في شبابنا. عايزين ابن القيم قال لو استطعتم ان تحيوا على القمر ورضيتم بعيشه الارض لكان ذلك نقصا في ايمانكم. يعني لو قادرين تعيشوا على القمر ورضيتوا بعيشه الارض يبقى ده نقص في ايمانكم. فاحنا بنقول ان احنا عايزين نزرع الطموح في شبابنا، بلدنا فيها الخير، ومش عايزين نربط كل حاجه الدوله توفر لي، الحكومه توفر لي، لا لازم اسعى. لازم اسعى، لازم اسعى. السعي هو اهم حاجه في بدايه الطموح، ان احنا نسعى يبقى عندنا طموح، عندنا خطه لحياتنا نسعى لتحقيقها. من غير كده عمر ما في حاجه في حياتنا هتتحقق. السعي عبد ونسعى معاك طبعا. الطموح اصلا بدايه كل شيء حقيقي يعني، والاستمرار فيه عامل زي العربيه، يا تمشي في طريق مظبوط يا تمشي في طريق منحنى. مظبوط. يعني عامل زي اللي هم ايه، انت عارفه بفرح قوي من اللي هم ولادنا اللي هو ذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي الهمم زي ما بيقولوا عليها، زي مثلا ان هم نجاحاتهم بتبقى ما شاء الله عليهم. زي مثلا طه حسين، ناس برده في السباحه زي هاني علي وايا ماهر، ناس برده من رفع الاثقال زي شريف نعمان وفاطمه عمر. الناس دي يا جماعه شرف، شرف لاي حد. وفي قصه كمان بتاعه واحد اسمه صلاح عماد الدين، ده كان شاب من ذوي الهمم، كان عنده اعاقه في رجله، كان بيمشي على عكازين، وبعد كده صلاح حاول ان هو لازم يوصل، نفسه يكون مهندس، وفعلا بقى مهندس كيميائي. واهله حاولوا ان هم بقى يجوزوه بدري شويه عشان ايه، ان هو يعني ايه يستقر ببيته. وبعد كده صلاح الحمد لله اتجوز، بس كانت الحاله الماديه لانه هو كان من قريه بسيطه، الحاله الماديه بتاعته كانت صعبه شويه. فهو راكب الميكروباص مره لقى الاهل الناس بتقول الطباشير مش لاقيينه في المدارس، فقال طب انا حاول، طالما انا كيميائي ان انا حاول اعمل لهم الطباشير ده. حاول ان هو يشوف الحاجات دي فين، او المصنع، او ان هو يجيب الات ويكمل بيها. طبعا الميزانيه بتاعته ما كانتش تسمح، حاول ان هو يرهن بيته وبيت صاحبه وبيت مامته، طبعا برضو الامكانيات كانت لا تسمح. بالصدفه لقى موضوع ان هو القروض على التلفزيون، فقال طب انا حاول، حاول برضو ورهن الثلاث بيوت على القرض، وجاب فعلا جازف. لا جازف بس هي جزئيه ذو الهمم، دي جزئيه فرديه. احنا بنتكلموا لو احنا هناخدوا الجزئيه دي بس، هنلاقي ان كانوا هم مظلومين وكانوا بيتقال عليهم مثلا ذوي الاعاقه، وكان ده بيجرح. بالظبط كده فعلا. طيب احنا بنحولهم، هم في الفتره الاخيره بيتحولوا، الرئيس عمل لهم عام كامل هو لذوي الهمم. طيب احنا بننمو فيهم مثلا، ده شخصيه عرف ان هو ينمي الجزئيه دي، وصل لغايه دلوقتي هو ثالث واحد على مستوى العالم من رجال الاعمال لتصدير التباشير الطبي. احنا بقى لو بناخده، دي جزئيه مهمه جدا في شريحه في المجتمع سواء المصري او العربي او العالمي، احنا نقدر نعمل لهم ايه؟ ده هو فكر عمل، لكن احنا مثلا في مراكز تاهيليه، في مراكز زادت، في منظمه الصحه العالميه قالت لك المرض مش جسماني، يعني في برضه ذو الهمم عقلانيا، مش بس جسمانيا، نفسيه جسديه مختلفه. العلاج السليم، يعني بناء الانسان هو الاهم، مش ان هو معاق رجله. بالزبط. لا ده معاق رجله بس في هنا للاسف في ناس كانت بتحبطه كتير طبعا، فهي عشان كده هو بيتعرضوا، هم بيتعرضوا كلهم نفس. بس يعني انا اقصد عايزين بس نستغرق قوي في زاويه الهنا، دور الاسره هنا. دور ايوه انا عايزه احنا عايزين دور الاسره هنا. أيوة. دكتوره مثلا الاسره المصريه عندنا متهمه اتهام كبير جدا ان هي ما بتنميش قدرات اولادها، او بتحبطهم، او ما بتنميش قدراتهم او طموحاتهم. وده على فكره في بيوت كتير جدا، يعني احنا شفنا النجحوا كانوا واقفين الام والاب دايما وراهم، وصلوا لمراكز كبيره، وصلوا خدوا بطولات عالميه حاجات كده. فهنا دور الاسره في تنميه قدرات.
علاقات الطفل المعاق والطفل العادي السليم. كمان والطفل السليم. احنا الاول نعرفه ان يعني نعمله تعريف لمعنى الطموح. الطموح ده هدف، الهدف لازم يبقى فيه مستطاع وفيه لا مستطاع. صح. فانا مش هينفع اقول طموح واعمل. طب انا ممكن يكون ابني ما عندوش اي طموح، ما عندهوش هدف في حياته، ازرع فيه مثلا. ما بيتزرعش، ده بتبقى حاجه غريزيه جوه البناء. بس ممكن اشوف هو كويس في ايه، ابروز الحاجات دي، انميها له. يعني مثلا في 8 الذكاءات المشهوره مثلا، اللي هو الطفل بيبقى قاعد ساكت شويه كده وعاقل ورزين، ده هتلاقيه في القراءه ممتاز. يبقى انا اديله افتح له مجال القراءه. كسر اللي احنا بنقول عليه تشتت الحركه وقليل كسره الحركه وتشتت التركيز، ده اللعب الرياضيه على طول. أيوة. طاش تفكر. أيوة. يعني ما ده في فتره ومجهود. المراهقه كمان عشان بينفعنا عن ده من المراهقه. لا احنا بنتكلم دلوقتي عن الطموح. فالطموح من قبل المراهقه. انت بتشوفي طب مثلا بنتي 4 سنين، انا هعرف طموحها منين؟ ده لازم في اهداف، في هدف. انت زمان كنت تقولي انا عايزه اطلع دكتوره. طب الدكتوره دي مثلا في كيجي، انت مش هتروحي مره واحده بس. لا انا بقى هجتهد مثلا، هدخل جونيور كده هبقى دكتوره. يبقى لازم احدد اهدافي واشوف الاهداف المستطاعة ولا مستطاعة. يعني مثلا مش هقول ان انا عايز اطلع القمر، طب ما انا يا جماعة مش هقدر، يبقى ده هدف احطه. الاسرة بقى المصرية المستطاعة. الاسرة بقى المصرية طبعا احنا بنتكلمه زي ما قلت برضو في موضوع الاعاقة، انت بتتكلمي في جميع الشرائح الاجتماعية. ما ينفعش ان انا اخد الشرائح، يعني انا فاهمة حضرتك فاهمة، في ناس برضو مش متاح ليها. ده اللي بنعمله ايه، المجتمع المدني، المراكز الشبابية، التلفزيون، الاعلام. طبعا الفترة الاخيرة بعض الوسائل اللي هي المراكز اللي بتتفتح للتنمية البشرية وتنمية الموارد والكلام ده، بتخلي الاسرة ممكن انا اخد كورس ينفعني. حتى ايه رأيك في موضوع كورسات التنمية البشرية دي؟ على فكرة ممتازة جدا، ممتازة. يعني ما هي احنا في ناس تقول لك ايه ده كلام خيالي شوية مش واقعي. او بص يا محمد، هي اول حاجة التنمية المستدامة هي عالميا خلاص من 2015 اتحطت كمنظمة الامم المتحدة فيها. مفهوم مفهوم. احنا مفهومة اول دولة من الدول اللي هي مصر كانت من اوائل الدول دي. والرئيس حطها على 2030 زي برضو من مفهومنا. طيب التنمية المستدامة دي يعني الحاجة شغالة. يعني الحاجة مش واقفة يعني مش بتبص لبكرة وبعده. بكرة وبعده. يعني انت نجحت مثلا ما شاء الله مثلا في البرنامج، انت بتبص انت تطور من البرنامج ده، تنميه مستدامه. يبقى هي عايشه سرعه الموضوع الجديد مرأة. تمام. احنا برضه بنتكلم على الناس اللي هم اللي تمكنوا من النجاح رغم كل المستحيلات، فهم ناس مش عارفين ان هم ينسحبوا. ومنهم طبعا زي ما احنا بنتكلم النهارده عن ذوي الهمم، فاحنا برضه في عندنا مثل ستيفن هوكينج، ده عالم فيزياء وكونيات. ده عنده كان شلل في الدماغ، شلل الناس كانت بتقعد تقول ان هو هيموت وانه مش هيقدر يعمل اي حاجه، بس رغم طموحه خلاه ان هو يكون قادر ان هو ينجح ويوصل دلوقتي ان هو يكون من اشهر العلماء. وناخد من كلامك ده اديسون، يعني مثلا المصباح الكهربي 9999 تجربه فاشله وال10000 هو اللي نجح فيها. طيب المخ البشري بيقول لك انت حاجه كده سيكولوجيه، انت ما بتنجح في حاجه اعرفي ان انت هتوصلي لها. بمعنى يعني انت بتقولي مثلا بطل، سيبك بقى من الاعاقه، بطل عادي مثلا اخذ بطوله. لو انت عايزه هو وصل لها واخدها، يبقى انت تقدري مقدرتك، ربنا نفس اللي خلقك هو اللي خلقه فهتوصلي له. ففي حاجه كده نظريه، لو حد وصل لحاجه عالميه او حاجه انت هتوصلي لها. اديسون فضل يعمل يعني ليه؟ قال لك اخدت، انا ما قالش بقى فشلت، خلي بالكم بالرغم اني فشلت، بالرغم اني في اول حياته محاولة لوصولي للنجاح، لوصولي للنجاح او طريقه غير صحيحه، ايه لوصولي للنجاح. يبقى انا اخد من تجاربي ايه، اي تجربه خاطئه اخدها ايه، ان انا اوصل للنجاح. الطموح نرجع لموضوع يعني الطموح. الفشل يا دكتوره، الفشل يؤدي بعد كده الى النجاح. طريقه غير مفيش حاجه اسمها فشل، مش فشل، هي دي مرحله، دي مرحله، عدد فشل، انما افضل ان انا افشل. ايوه بس انا مش باخدهاش فشل في حاجه، انما طلعت البرنامج اكسبيرينس، خبره توفيق. ممكن نقول كلنا ممكن نيجي في شغل معين ونفشل فيه، او ان ما نعرفش ان احنا بنعمله في موضوع الطموح. الطموح قلنا اهداف، لو الهدف ده مش معاه. طب انت برضو قلتي لي ان الاسره ازاي تنمي الطموح عند ابنائها. أيوة. يبقى انا بعمل بقى التنميه البشريه ليه؟ أيوة. ان انا الاب والام، اصل في ناس بتقول لك ايه دي حاجات خياليه، مش انا اللي بحط الهدف، يا دكتوره هو اللي بيحط الهدف. كبري بس يعني في ناس بتقول ان دي حاجات خياليه شويه. رد بقى كلامنا عليه على الكلام الخيالي ده، ان انا لو الاسره مثلا بسيطه في مفهومها، الولد قاعد ساكت، ده ممكن يقولوا ده سوري يعني ان هو عنده اعاقه ذهنيه، ما يكونش عنده
طاقه ذهنيه خالص. هو حابب ان هو يقعد مع نفسه، حابب موبايله، حابب. طب انا بقى لو انا باخد الحاجات التنمويه وفاهمه وعندي ده بيحب القراءه، عنده هدوء، انمي ده على فكره في الدراسه هتلاقيه يعني اكسبيرين يعني فظيع. طيب اللي هو كثير الحركه ده هيحقق نتائج بس مش دراسيا، هيبقى ماشي اوكي في الدراسه بس في الرياضه هتلاقيه واخد بطوله. يبقى انا كاسره اسيبك بقى من الطموح للولاد لسن معين، لان مش بيتحدد الولد هدفه الا بعد مثلا نقول مرحله ايه، ثانيه اعدادي يعني مرحله معينه، لكن تحت الاندر 12 سنه وصل لادراك معين. ايوه يبقى عارف عايز ايه وكده. تحت 12 سنه اللي احنا بنرجعه الموضوع المراقبه بقى فيه، دي بتبقى خاصه بالاب والام. انا بشوف ابني ايه اللي ابروره فيه، يعني ايه اللي ابروزه فيه. في امهات وابهات ما عندهمش الخبره في دي بنلجأه بقى ليهم ممكن مراكز التنميه التدريب. نحمي اولادنا بروجيتا في مرحله المراهقه، نكتب لهم بروجيتا كده نعمل نتصرف معاهم ازاي. انت عايزه مرحله المراهقه الاب والام يعملوا ايه، يتعاملوا مع ازاي. بصي هو المراهقه طبعا ثلاث مراحل احنا متفقين فيها. في مرحله اوريدي دي بتبقى التربيه والعنايه اللي هي واخده مثلا من 6 يعني لحد 12 سنه، دي بتبقى عنايه بالولاد لسه طفل. العنايه اللي هي الاوبجيكتيف ده من 13 العناية متركزة قوي قوي مع الأم. وعشان كده احنا بنعمله عام مرأة ومجلس قومي للمرأة وبنقوله كل التنمية بتاعتها والتمكين للمرأة، عشان كده عشان تطلع لنا النشء اللي بعد كده يدخل في مرحلة ال 14 وال 13 اللي هي بقى التحول والبيولوجي طبعا. البنوتة بتبقى الطفلة بتبقى بنت، الولد بيبتدي يعني مرحلة البنوخ البيولوجي. فبيبقى في مشاعر متلخبطة في المرحلة دي. تاخد بالها من ايه في المرحلة دي يا دكتور؟ المشاعر المتلخبطه، يعني ما ينفعش ان انا مثلا كاب اقول له مثلا ايه، افرض عليه ان هو بيبقى عايز برضه ناحيه رجوليه شويه. فانا لو كسرت عنده دي من صغره خلاص هيبقى يعني في محورين، يا يبقى ما عندهوش شخصيه ويطلع اللي هو بنقول عليه سلبي وكده، يا يبقى بقى متمرد على الاب وده خطر جدا جدا. هيقول له ما تسهرش هيسهر، ممكن يتسرب بالتعليم، ممكن يسيب مدرسته يعني. فيلزم لازم يبقى في حوار، بمعنى انا 1 2 3 انا خايف من كذا، لا انا يا بابا مثلا في حته خلاص انتهت. بالنسبه للام هي بتحتوي البنت، طب الاب لا برضو الاب برضو مهم جدا في مرحله. يبقى ايه دوره ان هو يصاحب بنته، بمعنى دايما يقولك البنت حبيبي، لا ما ينفعش، هو الدور الاثنين. طب ما في نماذج وفي مجتمع مثلا ظروف انفصال دي حاجات حلقة عن الطلاق. اوكي يعني. طب لا بس الام اللي الطلاق ده اللي بيقع فيه الولاد فبس يعني انا بقول دلوقتي الاب قبل ما يتخذوا اي قرار بيفكروا في اولادهم، بمعنى لو اللي هياخد الاولاد هيقوم بالدورين على يعني اكمل وجه خلاص اوكي، ده هي احسن ما يستمروا في حاجه فاشله. لا بس ما فيش حد بيقدر ان هو يعمل الدورين في نفس الوقت، بيبقى في لازم جزء منه بيبقى في احتياج للطرف الثاني. في لو انت لو هو يعني لو هو فاهم ايه المعطيات، اصل ممكن يكون الطرف الثاني موجود ملوش اي دور موجود ملوش اي دور. انا بنتي في سن المراهقه، يعني ازاي ان انا اوجهها اتجاه صح او ان انا اكون انت تقولي لها اعملي. ما انا بقول لحضرتك ما ينفعش، ايوه ما ينفعش انت بتعملي معاها حوار يعني قصه كده. ايه رايك احنا ممكن كده في امهات تانية للاسف ما تعرفش الحاجات دي، احنا عايزين نعرف يعني مثلا كان زمان والله لا على فكره احنا برضو ظالمين الامهات جدا على فكره. زمان ولا كان في مراكز تنميه بشريه ولا كان في تلفزيون ولا كان كانت الامهات بتقعد وبتحكي وكل حاجه بتبقى هي الحوار اهم حاجه للمراهقين. المراهق ما ينفعش تديله اوامر، ما ينفعش تقول له ما ينفعش، بنت او ولد يعني دلوقتي بنت او ولد. السوشيال ميديا عامله لها انفتاح، طب انا هعمل كنترول ازاي؟ طب ما انا هقول ما ينفعش، طب ما هيروحش نت يعني فاهميني؟ فاحنا برضو في انفتاح، انت لازم تكون كأم وكأب فاهمين ان انت بتتكلمي مش في محيط، مش في قريه صغيره. إيه تعرفي ان انت ابنك لو هو ما شافش هنا في موبايل في تلفزيون في فيبقى انت عندك الوعي، نمي الوعي للام والاب هتطلعي مجتمع ناجح وابناء كويسين هيخدموا وهينفعوا البلد وهينفعوا نفسهم اولا واخيرا. عايزين نرجع للطموح يا دكتوره. بالنسبه احنا ككبار يعني قالوا الطموح للشهره على سبيل المثال يعني، فهل الواحد كل حد يجيب له مثل اعلى يحط قدامه ويقول انا عايز ابقى زي ده، صحيح ان ممكن الواحد يعمل كده ويوصل فعلا لهدفه؟ لو انت عندك المعطيات، ما انا بقول لك لو انت بس ما تقوليش انا هطلع القمر، ما هو برضو دي صعبه. أيوه. لو في دوله يعني في ناس تانية مهيئه لكده طموحك مثلا يعني انت شايفه اعلاميه كبيره وحد مشهور، انا عايزه ابقى زي، عندك المعطيات، انت صحفيه ما شاء الله بتنجحي بتعرفي تعملي في أبل يعني بديتي تاخدي اساسا خطوات العوامل ايوه اللي انت هتطلع
الله عليها. لكن ليه لا؟ ما انا قلت لك لو تفائل يا وسام. يعني عايزين نتكلم في الناحيه الانسانيه يا دكتوره او الناحيه الدينيه، بجد احنا عايزين نربطها بالناحيه الدينيه. احنا نقول انا عندي ثقه في ربنا ان انا ان شاء الله هوصل لهدفي، عندي ثقه في ربنا ان شاء الله ان انا هحقق حلمي. هل هنا بجد ممكن احقق حلمي وربنا يكرمني بالثقه في الله بتبقى دافع طبعًا فعلا؟ طبعا الايمان بالله طبعا اولا في جميع الاديان طبعا، ما بتكلمش عن دين معين. الثلاث اديان بتدعو الى العمل، بس ما ينفعش اتواكل على الله. بالظبط، اشتغل على الايجابيات اللي عندي. يعني انا اشتغل على نفسي كويس واسعى. مفيش حاجه اسمها سن معين، في ناس بدات بعد ال70 يعني. على فكره مش بضحك. اتكلمنا عن كنتاكي بدا بعد، احنا نعمل زي الحاج متولي واسمه ايه، لا لا اسمه ايه، لا انا عايش في الجبهه دي. لكن مفيش جامده معين للطموح للنجاح، مفيش هدف قدامك. بدل انت عندك اهم، ما انا قلت الطموح هدف. بالظبط، مفيش حاجه. في ناس ما عندهاش طموح على فكره خالص. طب والناس اللي بتحبط يا دكتور، يعني مثلا ممكن كل حد يبقى عنده هدف وتيجي الناس تلعب على حته تحبطه، لا ده مش هينفع. انت هتبقى ايه؟ انت مش هتبقى ولا حاجه. وهو يفضل يصر ان هو يبقى حاجه ويبقى حاجه الحمد لله. بصي بس هقول لك حاجه، اي ناجح لو انت ما انتقدتيش اعرفي ان انت مش ناجحه. اي انتقاد لناجح صحيح، اي انتقاد ايا كان. عارفه لو يعني مثلا لا مثلا يجي اما مروح بقى في البيت، لا ده كان لبسك مثلا ابيض وعمله، اعرفي ان انت نجحتي. أيوة. مثلا يعني، فاول حاجه يبقى انت مقتنعك من جواكي ان انا عايزه اوصل، ان انا عايزه ايه ديت، ان انا قدراتك اشوف بقى انا عندي ايه. انا مثلا زي ما قلنا مثلا الدكتور، ما لازم تبقى شاطره في الساينس وال ما ينفعش ان انا اقول عايزه اخش كليه طب وانا ما بحبش الكيمستري. المراهقه دي زرعت طموح وفي تنميه الطموح. تنميه الطموح الى اي مدى بيبقى ليه دخل كبير وعامل كبير في تشكيل وجدان وثقافه وفكر الشاب بعد كده لما هو فتره المراهقه. بس برافو يا محمد في الجزئيه دي، لسبب، لان فتره المراهقه بيبقى متخبط خبط في كذا حاجه، عايز يطلع زي ابن خاله الضابط، وعايز يطلع زي اخوه الدكتور، وبابي عايز يطلعه مثلا حاجه ثالثه خالص زي قضاء مثلا، زيه مثلا قاضي. طب هو يا جماعه هعمل ايه، ادبي ولا علمي ولا الدنيا تبقى في تخبط. انا بقى لو برجع للاسره اشوف هو الجزئيه بتاعته ايه وانميها زي ما بدانا. بس عايزين نطلع فاصل عايزين نضم زميلنا استاذ سامح الهواري رئيس تحرير البرنامج لينا اخر حلقه، لازم نشكره. بنشكر كل فريق العمل اللي شارك معانا في الموسم الثالث من تأملات إنسانية، وشكر خاص جدا لكل حد دعمنا بشكل مادي وساهم معانا في تكلفة إنتاج البرنامج، لأن البرنامج إنتاج ذاتي زي ما أنتوا عارفين. بشكر جدا 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 دكتور محمد كمال باري، بشكر جدا 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 الراعي الرسمي أحمد الراعي الرسمي لبرنامجنا والبرنامج الجاي إن شاء الله. يعني وبشكر كمان الأستاذة نشوة اللي دعمتنا بوجودها معانا في الحلقة النهاردة، وأكد تاني أستاذ أحمد محروس وصل طلع معانا حاجتين. ونطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل ومعانا استاذ سامح الهواري. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومعانا استاذ سامح الهواري. شكرا خالص سامح، اديني بوس سامح على الهوا كده. بجد فعلا كانت تجربه محترمه ودعمتنا ونشكر الاستاذ نصر. استاذ نصر يعني حنين، ويا رب الحلقه تكون حلوه وعجبتكم والموسم كله يكون كان موسم مفيد وكله معلومات مفيده وافدناكم. وشكرا للاستاذ سامح طبعا، وشكرا للاستاذ هاني، وشكرا لسويبه. ده طبعا كان نفسنا تكون متواجده النهارده. سويبه حبيبتي الاستاذ محمد فؤاد والاستاذ سويبه اللي مش موجوده معانا، نشكره برضو على كلامه. احنا الحمد لله يعني احنا بنحمد ربنا على التجربه الجميله اللي احنا خضناها دي، وباذن الله بنوعدكم بشغل افضل بكتير. الحمد لله التجربه دي الى حد ما كنا يعني بعض الخبرات اللي خدناها فيها، بعض الوقعات البسيطه اللي عملناها، بعض الحاجات الفنيه اللي بنوصي والنبي توصوا علينا قناه الصحه والجمال. واي حد عنده استعداد ان هو يدعمنا ويقف معانا ويساعد برنامج تأملات انسانيه ومشروع تأملات انسانيه اللي هو مشروع ادبي اعلامي، طلع لنا والنبي استاذ سامح في الكلام. يعني ان هو زي ما اقول لكم مشروع ادبي اعلامي، يقدر يخش معانا يتعاون معانا يدعمنا يشارك في الانتاج
فاحنا فعلا فعلا بشكر كل الزميلات اللي معايا. وكلمه اخيره في 10 ثواني. طبعا احنا بمدام تأملات انسانيه يا رب يكون برنامج كان هداف ليكم وكان قدرنا نوصل لكم في افكارنا والمعلومات ان هي كنا فاعدكم وان شاء الله نكمل بعد كده. وكانت تجربه بالنسبه لي ناجحه جدا. كلمه اخيره وسام. كلمه اخيره وسام. انا بشكركم وبشكر كل الناس اللي شافتني وحبتني. انا بحبكم جدا ونفسي يا رب يا رب نفسي دايما اكون مع زمايلي وحبايبي ومع الجمهور اللي انا بحبه جدا. نفسي اقدم حاجه كويسه ان شاء الله تسعد الناس زي ما قلت قبل كده. انا مش عايزه اي حاجه غير ان تكونوا يا رب ان شاء الله اكون موفقه رضاكم ان شاء الله يا رب. اكون ضيفه خفيفه عليكم. نور كلمه اخيره يا نور. انا حابه اشكر كل الناس اكيد اللي اتفرجت علينا ويا رب نكون كنا خفاف عليكم ويا رب تكونوا تقبلتوني وان شاء الله يعني اكون في حاجه ثانيه قريب باذن الله وكلنا باذن الله مع بعض. كلمنا عن تجربتك معانا يا استاذ سامي. انا طبعا سعدت بكم جدا 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 اخواتي البنات جند المجهول الاستاذه نور الاستاذه وسام الاستاذه نبيله اخويا طبعا وعاشر العمر الاستاذ محمد نجم الدين. وان شاء الله مع بعض دايما ان شاء الله موفقين يا رب ان شاء الله. والناجح يرفع ايده ويغني في عيدنا وعيده ونقول دايما دايما على طول دايما ناجحين على طول دايما. ان شاء الله ناجحين وموفقين يا رب ان شاء الله. شكرا. انتظرونا في الموسم الرابع من تأملات انسانيه. كلمه اخيره دكتور. انا مبسوطه ان انا معاهم ومبسوطه ان انا بختم معاكم الموسم وانتوا اسره جميله قوي وان شاء الله ماشي اجمل يا دكتور. ان شاء الله. باي. انتظرونا في الموسم الرابع ان شاء الله.